واقع تحياه مصر. جرائم كاملة وحشية وغير مسبوقة. فمن المجرم؟ من الجاني؟ ثورة يناير أم الثورة المضادة؟ شباب الثورة أم الأخوان المسلمون أم العسكر؟ على تلك الطاولة قرر 5 محققين البحث في الجريمة وجمع أدلة التحقيق بلا تحيز وبلا انتماء، لا يبحثون إلا عن معلومة أو وثيقة تقودهم إلى الحقيقة. يأتيكم في الأوقات التالية